في القيروان، وبعد قرار وزيرة التجارة الأخير معضلة توفر الخبز تلقي بظلالها من جديد على حياة المواطنين، ووسط تلويح المجمع المهني للمخابز العصرية غير المصنفة بإيقاف نشاط صناعة الخبز بجميع أنواعه في جميع المخابز الراجعة له بالنظر بداية من يوم الغد الثلاثاء 1 أوت، وحصر سلطة الإشراف لصناعة الخبز المدعم والتزويد بالدقيق والسميد المدعم للمخابز صنف ألف وجيم فقط، وعدم إيجاد حل يرضي جميع الأطراف لهيكلة القطاع، يبقى المواطن هو المتضرر الأول من الأزمة المرتقبة. وللإطلاع أكثر على حيثية الموضوع، تنقلت كاميرا الحياة فام إلى مخبزة شعبية لسماع رأي أصحاب القطاع والمواطنين في هذه المشكلة اليومية المتكررة. بالنسبة للمشاكل بتاع المخابز هذه، هي دولة قادرة إني باش تصلح فيه، ونبدو من الكوش بتاعنا نحن اللي هي صنف جيم وصنف أه. نتكلم على صنف جيم اللي هو أبوبري مغطي السوق ولا بس، نتكلموا على صنف ثانية. تنجم الدولة تلغي الخبز متاع 230 اللي هو عبء على الدولة وعبء على المواطن اللي هو عامل مشاكل في الوهن، نجم الرجوع الكل صنف جيم ونتجاوز وذية. بالنسبة للقرار متاع المخابز المصنفة ذي، تنجم الدولة تساهم في حاجة واحدة، ما هوش اللي يجي ينجم يحل الكوشة في بلاصة معينة. تنجم الدولة تحدد كيما الفارماسي، تقول مثلا احنا رانا مستحقين كوشة في البلاصة الفلانية، واللي يحاجته بالطلب يقدم الطلب والدولة تنجم دعمه. هذه مشكلة ولت من مشاكل، هذا حل الكوشة، هذا حل الكوشة، هذا بجنب هذا يحل الكوشة، ولت مشاكل لا لهم هما ولا لنا نحن. هذاك هو وين سير الإشكال. أما الدولة قادرة باش إن هي تنظم القطاع بتاع المخابز المصنفة الجديدة هذه الباتسيريات ولا شيء يصنفوا فيها هما غير مصنفة، تنجم تقول الدولة أنا راني مسحقة كوشة في العلا، كوشة في المنشية، كوشة في طريق حافوز، كوشة في كذا، واللي عنده يتفضل يقدم وربي يجيب له القسم، بحكم إن هي فما ياسر داخل كوشة جديدة، ولا نحن عنا نقص في التزود، ولينا نحن عنا نقص في التزود. هذه هي الإشكال في الفارين المدعم، في الفارين المدعم والسميد. نحن قبل كنا نكمل طاو، نحن جيت ناقش فينا على الكوتا مثلا نتاع كوشه، تلقاه ماخذ الكوتا نتاعها من عام 80، هذا هو راهو المشكله نتاعها. عام 80 في البلاصه هذه تلقى 50 دار، طاو عام 2023 2300 دار، فهمتني؟ كنا الحق في 2019 و2020 و2021 كنا نكملوا الكوتا نتاعنا بالسميد، ما كانش عندنا اشكال، ما كناش نتلزوا للدوله، يعني كيوف الكوتا نتاعنا نتاع الفارينه كنا مثلا نخدموا 7 شكاير نخدموا 10 شكاير نكملوهم بالسميد، كانت الامور ماشيه والحمد لله. تولت عندنا ازمه كبيره ياسر نتاع السميد، وعملت هكا التجاره ما عندناش، نحن المعامل سكرت علينا ما عادش تعطينا، قالت لك نعطيك كان 10% من الكوتا نتاعك في السميد، مثلا عندك 20 طرناطه فارينه تاخذ كان زوز طران سميد ما تكفيش خلاص. وعملوا هكذا سكروا علينا مشاركات اللي نحن ما نجموش نتزودوا مشاركات، هذه مشكله كبيره ياس. علاش تتزود؟ علاش احنا ما نجموش نتزودوا مشاركات؟ علاش؟ ما نعرفش. قالت لك التجاره احنا ما نعطوش، نعطوا كان للعطار، يعني عطار ياخذ 100 شكاره سميد ولا ياخذ 50 شكاره سميد، بربي ما نعرفش اش مش يعمل به، مش يبيعها لينا نحن ولا لجماعه الطابونه الناس تسترزق الارواح، ولا الكوشه غير مصنفه مش يبيعها هلا البر. علاش احنا ما نزودوش مشاريك؟ وعلاش المعمل فيه سميد للشركات وعلاش نحن ما عندناش حق في الواحد؟ فما صناعيه في القروين ابا عن جد في الخبز، هم اللي حاطين العصا في العجل، يحب يبيع لك الخبزه ب 15 والخبزه ب 2000 والباقيت والباقيات والشوايه ما يبيعوا لكش. كان هما في ايديهم الحل في ايديهم هم، مش في المواطن. المواطن كي يدخل الكوشه ما ينجمش ياخذ خبزه ب 15%، يبدا عنده 4 5 صغار ما ينجمش، يحب له ب 5 ريال خبز. الازمه بيديهم هم من كوشه لكوشه ندور من بلاصه لبلاصه، كل يوم نعمل ساعتين 3 سوايع باش ناخذ 6 7 باقيات، ما يزيدش يتعب وشقا والصف والعرق وبطلوا خدمتنا وندوروا على الخبز وعلى شيء. في الاخر يجي واحد يقول لك 300، واحد يقول لك 250، واحد يقول لك كعبه باقيات ما تجيش حتى كعبه كاكي. إيه انا بوالا شو نعمل؟ كل يوم ناخذ 4 ريال 5 ريال خبز. هذه هو مطالبنا نحن، خويا يردونا في الموضوع هذا. وعليش الصوف هذه الكل؟ وعليها الكوش كلها تبيع الخبز سبيسيال؟ ما حاجيش بسبيسيال، انا عايز الخبز عادي، اعطيني خبز عادي باش ناكل عادي، ياك هو ذاك طالبين. هذاك يردونا في الموضوع هذا، وهالصف وهالعرق والجري من الكوشه الكوشه. معلم انا تو عندي 4 كوش تو
أنا بدور مزوط وكرب والخير دور على أربع كوش باش أنا مكفت أنا مرقش أبقى جديد السنة عام جديد السنة. أخويا رأي مشكلتنا يومية للخبز مش نهار ولا اثنين قليل باش تلقى نهار تأخذ خبزة كامل يستحيل. الصباح الناس تقوم واحد يمشي يخدم والآخر يمشي للكوش يشد الصف. راهي المشكل يومية رانا نقاس ومنها في مقاس كبيرة برشا. مثلا اليوم بعود نأخذ خمسة خبزات خديت كعبتين لأنه الخبز ما فماش. هاو يقول لك استنى ساعة هاو يقول لك ساعتين هاو درج هاو درجين لأنه ما فماش. هو بيدو كواش قاعد في مشكلة كبيرة. فهمت رانا بربي وفرونا القمع وفرونا الفرينة. راهي مشكلة كبيرة رانا وحنا راني مصايب كبيرة. راهي ناس جواع بالحق. حتى الناس عندها حق اللي يأخذ باللافة صحيح الحشو بخبزة واللي يأخذ اثنين والحشو اثنين يأخذ اربعة. علاش؟ لأنه خايف من غدوة. يقول لك نقرأ على الأقل ما فماش خبز اليوم نقل خبز البيت ناكل صغاري. لا مشكلة هذه مشكلة الحياة اليومية. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.